اختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقبرة. قال بعض العلماء يسن للمرأة أن تزور المقبرة، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة عند قبر صبي لها تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين فاعتذرت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينكر عليها زيارتها للمقبرة، والإقرار يدل على الجواز أو على السنية، لأن ما يورد قد يكون دليلا للاستحباب واضحا، وإن لم يكن دليلا واضحا على الاستحباب فيكون دليلا على الجواز. لكن ما الجواب؟ حديث أنس رضي الله عنه في قصة المرأة فلا يدل على إقرار منه عليه الصلاة والسلام لوجهين. الوجه الأول أن هذا قد يكون قبل النهي إن سلم به، لكن ذكر الأوجه يدل على القوة. ثانيا وهو القوي أن هذه المرأة علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها وقولها أنها خرجت لا من أجل الزيارة، وإنما لتوجعها وتفجعها على صبي لها، ولا أدل على ذلك من منطقها ومن حالها. ولذا كان النهي عليه الصلاة والسلام منه وكذا الأمر بما بتقوى الله والصبر. ولذا لما أتته عليه الصلاة والسلام واعتذرت له ختم الحديث بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبالتالي فإن هذا الحديث ليس صريحا في ماذا؟ في جواز زيارة المرأة للمقابر، ولا يؤخذ بغير الصريح الذي يعارض الصريح.